مرحبا حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. اليوم رح أعلمكم وصفة مايونيز بدون بيض، بدون نشا، بدون حليب. وطبعا هالوصفة مناسبة للأشخاص النباتيين وللأشخاص اللي عندهم حساسية البيض. تفضلوا معي على طريقة التحضير. عيارات المايونيز من دون بيض، من دون نشا، من دون حليب، يلي بنعمله من مية الحمص. نعتاز لمية حمص. في عندي هون 200 ميلي، وبدي 3 اضعاف الكمية زيت نباتي، يعني بدي 600 ميلي زيت نباتي. وفي عندي هون خل، فيكن تستخدموا اي نوع خل متوفر عندكم. بدي معلقة كبيرة، معلقة صغيرة ديشون سينب، يعني خردل يكون نوعيته ديشون، وبدي فلفل ابيض، وبدي نص معلقة ملح. وتفضلوا معي على الطريقة. اول شي رح انزل بمية الحمص مثل ما شايفين، رح احط فوق الملح، وبدي احط معلقة صغيرة خردل، وبدي معلقة كبيرة خل، فلفل أبيض، مثل ما شايفين أنا استخدمت 200 ميلي مية الحمص، وهلا عبيت زيت 600 ميلي، يعني 3 اضعاف زيت. بعد ما حطيت هون مية الحمص والديشون سينب، يعني الخردل والملح والفلفل الابيض، بدي احركهم لمدة 5 دقائق، بعدين بنزل بالزيت. طبعا بعد ما مضى 5 دقائق انا هلا رح بلش انزل بالزيت شوي شوي. بس انتو اذا بتحبوا مثلا تعملوا كريم توم، فيكن تحطوا 3 4 اسنان توم بصير كريم توم. واذا بدكن تحطوا نكهات تانية مثل الفليفلة الحمراء، بتعطي طعم كتير طيبة. اذا بدكن مايونيز مع الفليفلة الحمراء، بدكن تحطوا شوية بقدونس بيطلع كتير طيب، او اذا بدكن تحطوا ديل، او اذا بدكن تحطوا باسيليكا، كله بيعطي طعمات طيبة. بس انا رح اعمله مايونيز عادي، والطعمات اللي انتم بتكونوا اياها فيكم تستخدموها. راح انزل بالزيت بالتدريج. هلا شوفوا كيف الطريقه. وهيك المايونيز صار جاهز، وريتوا ألف صحة وهنا على قلبكم. شوفوا القوام حبايب قلبي، شايفين؟ شايفين محلى؟ وهذا أطيب المايونيز العادي، ما فيه بيض وما فيه أي شيء. ألف صحة وهنا على قلبكم. بعد ما صار عندي المايونيز جاهز، بدي أخذ شوي منه هيك حطهم على الصحن مثل ما شايفين حبايبي، لانه حابب اعمل كذا طعمة. هاي اول طعمة جاهزة، هلا رح افرجيكم طعمات تانية. في عندي هون بقدونس مجفف، بدي احط شوي صغيرة، وبالجاط التاني في عندي هذا هون الحد، بدي احطه هون فوق هذا الجاط.
وبدي احركهم. وهلا بدي احرك دول. وهذا المايونيز مع طعمة الحد. هذا طعمته كتير طيبة، بنصحكم تجربوه. وهذا المايونيز مع البقدونس. طبعا فيكم تستخدموا اي شيء انتم بتحبوه مع المايونيز، اي طعم انتم بتحبوها فيكم تستخدموه. وهيك المايونيز من دون بيض من دون نشا من دون حليب صار جاهز وبيعد الطعمات مثل ما شايفين. وريتوا الف صحة وهنا على قلبكم، ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اينو اكتر مايونيز حبيتوا بيناتهم.